رجل دخل المسجد في غير أوقات الصلاة، انظروا ماذا فعل. ردت فعله صدمت الملايين، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. يحكى أنه كان هناك شاب، وكان هذا الشاب لا يصلي، وكان يشرب الخمر والمسكرات. وفي يوم من الأيام أعجب بفتاة فحبها وهي أحبته كثيرا، وكانت أيضا لا تصلي، وقال لها أريد أن أتزوجك فهل أنت موافقة؟ فضحكت وقالت له نعم أنا موافقة، وتعال اخطبني من أبي. فقال هذا الشاب لأبيه أريد أن أخطب فلانة فهل أنت موافق يا أبي؟ فقال له نعم أوافق بكل تأكيد. فوالدها رجل صالح، وبعد ذلك أخذ أبيه وذهب إلى بيت الفتاة لكي يقابلون والد الفتاة لكي يطلبون يد الفتاة لهذا الشاب. فقال والد الشاب لوالد الفتاة السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. فقال والد الشاب أنا سأدخل في الموضوع مباشرة، هل أنت موافق على خطوبة بنتك من ابني؟ فقال له نعم بكل تأكيد، فأنت رجل صالح وأكيد ابنك سيكون مثلك. فبدأوا بقراءة الفاتحة، ففرح كل من في البيت. ودخلت العروسة لكي تقدم لهم الشربات، ومرت سنة على خطوبتهم. وبعد ذلك ذهب الشاب ووالده مرة أخرى إلى والد العروسة لكي يحددوا معاد الفرح وكتب الكتاب. وبعد ذلك تزوج هذا الشاب من هذه الفتاة. وفي ليلة الدخلة قال الشاب لزوجته لا نريد أطفالا إلا بعد عامين، وكان يعطي لزوجته حبوبا لكي لا تحمل. وبعد مرور 3 أشهر اشتاق هذا الشاب للأطفال، وقال لزوجته إنني أريد أطفال، وأمرها ألا تأخذ حبوب منع الحمل مرة أخرى. وكل شهر ينتظر انقطاع العادة من زوجته، ويذهب مسرعا إلى الصيدلية ويشتري اختبار للحمل، وللأسف يجد زوجته غير حامل. واستمر هذا الوضع لمدة 2 سنين حتى كاد أن يشك في نفسه أنه عقيم، فذهب إلى دكتور متخصص وقال له يا دكتور أنا منذ 2 سنين تقريبا وزوجتي لم تحمل، فأريد منك أن تكشف علي حتى أعرف أنني سليم أم لا. فقال له الدكتور أريد أن تعمل لي بعض التحاليل الطبية. فذهب هذا الشاب إلى معمل التحاليل، فقام دكتور التحاليل بعمل التحاليل اللازمة، وبعد ذلك أخذ الشاب نتيجة التحاليل وذهب بها إلى الطبيب. فنظر الطبيب في التحاليل وقال له أنت بخير ولا يوجد بك أي شيء، وبعد أسبوع تعال أنت وزوجتك لأقوم بفحص زوجتك. وبعد مرور أسبوع جاء الشاب ومعه زوجته إلى الدكتور، فكشف عليها الطبيب وجدها أيضا سليمة. فقال لهم الطبيب أنصحكم بالتوكل على الله والأخذ بالأسباب، فأنتما لا يوجد بكم أي مرض أو علة تمنع الحمل، فعليكم أن تدعوا الله عز وجل وتطلبوا منه أن يرزقكم. فبدأ أقارب هذا الشاب ينصحونه بالذهاب إلى الدجالين وغيرهم، ولكنه كان يرفض. فنصحه أحد أصدقائه الصالحين أن يصلي في المسجد وأن يذكر الله كثيرا ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاقتنع الشاب بكلام صديقه، وفي اليوم التالي دخل المسجد في غير وقت الصلاة، فرآه رجل كبير في السن، فقال له تعال يا ولدي ما لي أراك في وقت غير الصلاة ووجهك عليه الحزن والهم؟ قال يا والدي إنني متزوج منذ فترة ولم يرزقني الله بأطفال، ألعب معهم ويلعبون معي، ولم أترك طبيبا في العالم إلا وذهبت إليه ولم أجد العلاج. فقال الرجل العجوز لهذا الشاب اجلس، فجلس. فقال له سوف أعطيك الدواء، وهذا الدواء صعب للغاية، ولكن والله ثم والله أنه فيه الشفاء. فقال ما هو؟ قال الرجل العجوز هو أن تقوم قبل صلاة الفجر بساعة أنت وزوجتك، وتقسم هذه الساعة إلى نصفين، النصف الأول قيام الليل والنصف الثاني استغفار. فالله عز وجل يقول
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فذهب هذا الرجل إلى زوجته، ودعونا نسمع الحوار الذي دار بينه وبين زوجته. زوجتي العزيزة، الحمد لله، الحمد لله وجدت الدواء، وجدت الدواء بإذن الله، ولكن صعب جدا. الزوجة، ما هو يا زوج العزيز؟ الزوج، نقوم قبل صلاة الفجر بساعة، نصف ساعة صلاة، والنصف الثاني استغفار، فهل أنت مستعدة على أن نفعل ذلك؟ الزوجة، طبعا يا زوجي مستعدة، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الزوج، متى نبدأ؟ الزوجة، من اليوم إن شاء الله. وفعلا بدأ هذا الرجل هو وزوجته، وبعد مرور 15 يوم فقط جاء لهذه المرأة أعراض الحمل، ثم ذهب بها زوجها إلى الطبيب، وبعد عمل التحاليل اللازمة قال الطبيب لهذا الرجل أن زوجتك حامل، ففرح هذا الرجل فرحا شديدا وسجد لله عز وجل. قال الله تعالى في فضل الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا واحد من الناس، كنت عندما أشاهد منشور استغفار كنت أستغفر في سري ولا أضع تعليق حتى قرأت هذه الآية الكريمة. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. استغفروا أيها الناس وأكثروا من الاستغفار. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صلي على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.